بسم الله الرحمن الرحيم. هناخد النهاردة بعض الملحوظات عن الأكسدة باستخدام البوتاسيوم مانجانيت سوليوشن. فهناخد أكسدة السكندري ألكونز باستخدام KMnO4. تمام. طبعا السكندري ألكون يبقى عندنا كربون وعليها مجموعتين دي R و R. تمام. OH واحدة OH. تمام. ده سكندري ألكون. تمام. لما نيجي نفعله مع MnO4 هتبتدي الرابطة دي تتكسر والأكسجين تسحب الهيدروجين. تمام. وتبتدي الO بتاعت الألكون ترتبط بالMn. تمام. فينتج لنا ادي الكربون بتاعتنا وادي الار والار. فاصبح عندنا acyclic permanganate ester. وطبعا الام ان هنا حواليها 2 4 6 7. تمام. 7 روابط. تبتدي الرابطة اللي بين الكربون والهيدروجين تتكسر والرابطة اللي بين الأكسجين والام ان تتكسر وينتج لنا ادي الكربون وادي مجموعة الار والار دبل بوند او. يبقى عندنا كيتون زائد. يبقى هنا السكندري الكونز لما بنأكسدها باستخدام المنجنيت سوليوشن بينتج لنا كيتون. تمام. فدي اول ملحوظة باستخدام MnO4. لما نيجي نأكسد الألكينز. طبعا الألكينز يعني عندنا كربون وتريبل بوند وكربون تانية وهنا في أي مجموعة وهنا مجموعة أخرى. تمام. لما نيجي نفعلها مع MnO4 هتبتدي الرابطة هنا تتكسر. الأكسجين تهاجم الكربون. الرابطة هنا تتفتح. الكربون ترتبط بالأكسجين الثانية والرابطة هنا تتكسر. على طول هينتج لنا سي دبل بوند سي وادي الجروب اللي كانت عندنا فوق فينايل مثلا. فأصبح عندنا unsaturated cyclic manganate ester. تمام. يحصل ايه؟ يحصل الرابطة دي تتكسر. تمام. والرابطة دي تفتح. تمام. والرابطة دي كمان تتكسر فينتج لنا ادي الكربون فاعطانا داي كيتون. تمام. فمسميه دايون الفا وبيتا دايون. تمام. زائد طبعا MnO2 اللي بيكون طبعا تكافؤ رباعي. هناخد تطبيق استخدام KMnO4 في الأكسدة. ممكن تلاقي أحد المحاضرين بيديك تطبيق زي ده senses of anisaldehyde from anisole. الأنيسالدهايد ده مركب بيستخدم في صناعة العطور وصناعة النكهات. ربما المحاضر بيكون عنده رغبة انك تساعد ماما في المطبخ فبيديك تحضيره من الأنيسول. والأنيسول ده أو الأنيس أويل ده من اليانسون. منتج طبيعي أو مركب طبيعي موجود في اليانسون والاثنين ليهم رائحة يانسون قوية. فلو خدنا المركب الأنيسول فهتلاقي انه هو عامل زي حلقة البنزين وفي فوق ميسوكسي جروب وتحت هتلاقي CH دبل بوند CH CH3. ده الأنيسول. تمام. لما بتفعله مع KMnO4 بيحصل كليفج للدبل بوند هنا. تمام. وادي الحلقة وادي الميثوكسي والربطة الثنائية دي هتتكسر وهيتكون عندك CHO. تمام. هو ده الأنيس الدهايد. طبعا الجزء التاني ده يبقى CH3 CHO. تمام. يعني حصل هنا كسر
للربطة الثنائية وضافت أكسجين على كل كربونة. تمام، احنا كنا قلنا ان ال KMnO4 يقدر يعمل أكسدة للدبل بوند للسي دبل بوند سي ويحط عليها 2 ديول لما يكون الميديوم بيزك او يكون دايلوت سوليوشن. تمام، ايه اللي هيخليه يكسر هنا ويضيف اكسجين ويحولها لالدهايد؟ هو ان يا اما الميديوم هيكون اسيديك او كونسنتريتد فتكسر خالص الربطة الثنائية وتبتدي هنا المجموعة دي تتحول لالدهايد والتانية كمان. يبقى افكرك بسرعة باكسدة اللي استخدمنا فيها ال MnO4. اول حاجة كوننا بيه الديول لان احنا فعلناه مع الالكين، حولناه لديول، يبقى ادي اول تحويلات تكون في بالك. كمان اكسدنا بيه السكندري الكول فتكون لنا كيتون. تمام، وتالت حاجة ان احنا عملنا كسر للربطة الثنائية وحصلنا على الالدهايد. كنا كمان اكسدنا الالكين اللي هو سي تريبل بوند سي في اي جروب بقى على كل واحدة وحولناها لديون. يبقى دي الاستخدامات اللي احنا استخدمناها لل MnO4. بمناسبة تكوين الديون ففي مركب كمان يقدر يأكسد لنا الالكين ويحولها لديون، هو الروسينيوم تيتروكسايد، فخدوه كملحوظة جانبية لحد ما نتكلم عنه ان شاء الله. ان لو عندنا الكين يبقى سي تريبل بوند سي، هنا اي جروب فينايل مثلا، هنا جروب تانية. تمام، وهتفعله مع الروسينيوم تيتروكسايد نفس الميكانيزم تماما، الربطة هتفتح الاكسجين هتهاجم الكربون، الربطة تفتح الكربون ترتبط بالاكسجين الثانية وربطة هنا تتكسر، هينتج لنا نفس الطريقة اللي اتعاملنا فيها مع ال MnO4. ادي الكربون دبل بوند كربون وادي المجموعة اللي فوق المجموعة الثانية O مع روسينيوم دبل بوند O دبل بوند O. بنفس الطريقة الربطة دي تتكسر والربطة دي تفتح ودي كمان تتكسر تكون لنا الديون. يبقى نقدر نكون الالفا هو الالفا وبيتا ديون بطريقتين، يا اما باستخدام ال MnO4 يا اما باستخدام الروسينيوم تيتروكسايد. هنتكلم عن الايبوكسيديشن في الفيديو اللي جاي ان شاء الله.